والله انا هقول لحضرتك حاجه. هو انا شخصيا يعني اتفاجئت بالتكريم. يعني الفكره انه هو الواحد كان بيعملها من دراسته ودراسه الناس اللي معاه وخبراتنا المجمعه. يعني انا كان من ضمن دراساتي درست الجوده الطبيه في الجامعه الامريكيه الدي كيو ام، درست اداره اعمال في حاجات. بصي انت في مسارك انت قاعده تاخدي خبرات معانا ناس مثلا كانوا من تجاره ودارسين في التكاليف ودارسين الفاينانسز وكذا. لما بدانا ان الدنيا توسع معانا شويه بدانا ان احنا الفكر التنظيمي هو بيبدا معاكي من اول خطواتك وانت ماشيه، انت بتدوري على ايه الخطا مثلا اللي عملتيه. حتى لو اديتي حد غير مستحق او حد اخذ الحاجه وراح باعها مثلا، بتتعلمي ان الكرايتيريا ازاي تعرفي ان ده مستحق فعلا. يعني ما هو مش اي بوست معدي مثلا على الفيسبوك، صح؟ فانت هتروحي قايله احنا نساعد. من خبره الفرز، خبره الفرز، لان احنا في الكليه وفي القصر العيني بنقدر نفرق ما بين العيان اللي بيدعي او العيان اللي تعبان او العيان اللي ممكن يبقى ياخد الحاجه وعلى فكره هو بياخد الحاجه ويبيعها، هو محتاج برضه، بس مفهوم. هي المبدا نفسه في انك انا بديك الحاجه تستفيد بيها ليك انت ولاهلك. ممكن يكون عنده من الحاجه دي، يعني لو هنتكلم مثلا في بطانيه ممكن يكون عنده بطانيه تانية، فهو عشان في احتياج للفلوس فبياخد البطانيه التانية يبيعها. زي ما قلتي برضه هو محتاج، ما انت لو قلت هنشوف انت احتياجاتك التانية، لكن انت بتجمع وتعمل ما ده برضه. بص حضرتك زي ما بتقولها خبره الفرز والتعلم من الاخطاء والخبرات والدراسات بقى اللي احنا ماشيين فيها، احنا لقينا ان هو ده السيستم اللي هو دايما يعني روت كوز اناليسيز، انك تقدري تعرفي ايه اصل المشكله، العيان محتاج ايه. انت عندك مش كل عيان اللي هنا غير المنيا غير سوهاج غير كاترين غير حلايب وشلاتين غير سيوه غير الواحات في الوادي الجديد، عملتوا قوافل لكل الاماكن دي. الحاجات دي دخلناها ما بين عيني او طبي، طبيعه العيان اللي في الداخله غير طبيعه العيان اللي في سانت كاترين غير طبيعه العيان اللي في سوهاج. طب انت هتطلع بقافله مثلا او هتبعت المعونات دي على سوهاج، انت ما ينفعش تبعت معونات غذائيه زيها اللي بتطلع على سانت كاترين، هم بالنسبه لهم عايزين الدقيق كتير. عندك في سوهاج لا، يقدر ياكل الرز والمكرونه والزيت هتبعتي يعني نفس الوجبه دي هنا على الناحيه الثانيه هينبسط، بس هي ثلاث ارباعها مش هيستفيد بيها قوي. يعني انا عايز احتياجي دقيق، انا ممكن اديله دقيق بس في حلايب وشلاتين دقيق. الامراض، طريقه الامراض اللي انا مثلا شفتها في شلاتين واحتياجاتهم هناك او الناس اللي هي في الصحراء غير سوهاج المنيا غير كاترين غير اسكندريه غير، وطبعا احنا بنتكلم اسكندريه والقاهره، انت في عندكم زي الحواري المحيطه اللي هي بتعتبر ناسها بسيطه جدا 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 مش في المدن. لان احنا كنا بدانا جوه المدن، بعدين بدانا نلاقي انه في تركيز على المدن في انهم يدوا لهم سبلايز من حاجات كتير من جهات كتير. طب نبدا نطلع لبره حلوان والاماكن النائيه اللي حواليها وحواري معينه وبتاع، لا بنلاقي ناس هي مش عارفه تروح فين علشان تاخد الخدمه. بس ده محتاج دراسه يا دكتور، يعني زي ما حضرتك قلتي ان كل مكان بتروحوه مختلف عن الاخر ان كان من احتياجاته العينيه او الطبيه، بس ده بيحتاج دراسه. الدراسه دي بتقوموا بيها ازاي؟ مين اللي بيعملها؟ هقول لحضرتك حاجه، كدكاتره ومهندسين ومحامين وكل المجالات من كل اللي هم المجموعات بتاعتنا، انا هتكلم عن نفسي في الطب. انا علشان اعرف العيان ده عنده ايه مش بسال اسئله، والاسئله اللي بسالها باخد تاريخه المرضي وتاريخه الغذائي وتاريخه الاجتماعي. انا تخصصي طب اسره، فانا باخد التاريخ. انا فاكر حضرتك كنت عندنا في صباح خير مصر فتره، بس ما اتكلمتيش عن العمل التطوعي. لا كان كلامنا طبي بقى ساعتها. كان كلامنا طبي، فانا لازم اخد كل التفاصيل بما فيها تاريخه الوظيفي، طبيعه الشغلانه اللي بيشتغلها المريض يعني المريض مثلا في البنك غير المذيع غير الكاميرامان غير المقاول، كل واحد ليه الحاجات اللي بتعرض على صحته. ده بيدينا السكيلز بتاعه انك بتعملي نوع من انواع التحليل وانك البحث في الاصل عشان تعرفي توصلي للنتيجه اللي انت عايز تعمليها. طيب انا عايزه اطلع بعت لنا مثلا ناس انه عندنا في اسيوط في قريه ما الناس تعبانه يعني محتاجه وبتاع، طيب لازم هنبدا الناس دي عددها قد ايه؟ في كم طفل؟ طيب العماله اللي موجوده الشغل اللي بيشتغلوه ايه؟ الميه اخبارها ايه؟ بيجيبوها منين؟ طب صوروا لنا البيوت كده نشوف، لما بنشوف شكل البيوت بنقدر نعرف الاماكن دي مدى احتياجها عامل ازاي؟ طيب
بياكلوا ايه؟ بنسال الاسئله دي في جهات ممكن هناك، يعني ممكن مثلا اتواصل مع حد يكون بلده من اسيوط، او يعرف حد من جمعيه من الجمعيات الاهليه هناك اللي عندهم المعلومات دي وعندهم السيرفي بتاع الناس اللي محتاجه باي دوكيومنتس بقى اللي معمول عليها البحث الاجتماعي. وده اللي وسع علينا كمان دواري الشغل، الدوائر الشغل بتاعتنا في ايه؟ ان احنا بقى في ناس من صحابنا عملوا مؤسسات مثلا، فبقى طب دلوقتي اللي ماسكين في جزء في المعادي وناحيه القاهره والكلام ده، يا جماعه احنا عايزين نعرف المنطقه الفلانيه والهرم الفلانيه والحتت دي اخبار الناس فيها ايه، ينزلوا هم يقوموا قايلين لنا طب يا جماعه احنا هنتعاون مع بعض، الاحتياج ايه، طب التوصيل ايه الاخبار، مثلا عربيات كبيره هتطلع ممكن المؤسسه دي هي اللي تتبرع وتوفر لينا، طيب احنا هنشتري بقى الحاجات دي ونوفرها، او هنتكلم مع مصانع وجهات. وانت حضرتك يعني ستيب وايز لما الناس بتبدا تثق فيكي هو سهل يقوم يطلع لي يقول لي انا عندي مثلا 1000 بطانيه تبرع السنه دي، هو مطلع الزكاه بتاعته، طيب احنا عندنا الاماكن دي ودي ودي. طب هو اللي عنده مطلعه ده، هو مش صعب عليه انه يطلعه في اي حته، بس هو برضو لما بيتوسم ان هو واثق في ناس بتنزل على ارض الواقع بيتعاون طبعا. الدايره بدات توسع خبرات. يعني الكلام اللي حضرتك بتقوليه ان ده شغل مؤسسي، بس هو علشان مبني علينا احنا كخبرات طبعاً. في التنفيذ أكيد. لكن كنا بجهود ذاتيه